السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ طبعا اللي قدامكم دوت عبد العزيز، وطبعا ده محترف. طبعا والله دوت انت عارفين الليفل بتاعه كام؟ 56. انت هتختار ايه؟ ها انت هتختار انو ما وانا اجي معاك؟ قشطة، اختار انو ما دي. ماشي، تعال على جهز جاهز ولا ايه؟ يلا يبي. ايه ده؟ ده بيقول لك لودينج. ايه ده؟ طب تعالى الماب اللي جنبيها، عشان تقريبا دي مش شغال. ده بيقول لك لودينج. ماشي. هو في ايه؟ يا لهوي، ايه ده؟ انت عبد العزيز؟ لا، ما تروش يا جدعان اللي هو اتحداني. ها عبد العزيز، خلي بالك احنا بنصور فيديو. ها خليك حلو، لو مطلعتش حلوة هبش عليك على طول. انت حر بقى. فين؟ استنى كده، اقف كده. انا عاوز اعرف بس اقدر ادمجك ولا لا. ما ينفعش حبيبي. ده انا وانت. طب جمع اسلحتك بس انت، وما تزعلش. انت عارف جبت لك ايه يا ابن عزيز؟ ده جبت لك هيبي بقى. لو انت جدع قاموا بقى. اوكي جمعت اسلحتك، يلا نولها. اوعى اوعى البوش الاسطوح. اعوذ بالله. استنى بلا كده يا عبد العزيز. انا اتخضيت منك يا عم، شفت يا جدعان؟ طب عبد العزيز، بص ثواني بس، انا مش هضربك. اوكي خليك حلو. لا انا حلوه اهو. اوكي انت بتحب اسلحه ايه؟ انت عندك كل انواع الاسلحه، مش هضربك، ما تضربنيش. انا سالم نفسي اهو، بس اكون حبك. اوكي بس مش هضربك. ايوه كده احب يا خل يا حبيبي. الله حبيبي. بص انت مشترك ولا لا؟ وانا برضو مشترك والله، بس لو كنت صورت فيديو كان زمان اشتركت 100,000 لايك، وكنت خليت 100,000 واحد يشترك قناتك. والله انا هشترك والله في الفيديو دوت، هشترك فيه والله. اوكي حبيبي. طب بص تعالى انا وانت هنبني. اوكي بس مش هنضرب بعض. ثواني انا هعمل بتاع، بس تعرفوا ايه؟ طب بص اسمعني بص، بلاش نعمل هنا. بص احنا هنعمل، انت عارف الحاجة ديت اللي بتكون في السفينة اللي هي كده، يعني بتاعت السفينة الفضائية، انت عارفها؟ وانا برضو عارفها، بس هي بتديك اسلحة شوية. انت عارف جالي ايه؟ جالي سكار وجروزة والشلدون ده. حبيبي يلا تعمل ايه بقى الاحتفالية. وي
وانا بحب احتفل. بص والله العظيم لو كان عيد ميلادك في الفيديو دوت هحتفل بيه. والله يا عم والله يا عم لو ده كده هحتفل بعيد ميلادك. استنى يا معمر السلاح بس اذا كان بحتفل اهو احتفال اهو. عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد، عيد ميلاد سعيد. خلي بالك انت لو وقعت كده هترجع ورا، هترجع ورا في المكان ده او في اي حتة. طب بص بص عليا وانا هقع. تخيل بقى انا هقع فين. ها شوف انا فين بقى. بس طب بص لو انت عندك سكن مش روبن، انت عارف الاخضر اللي عامل زي العرب، انت عندك السكن ده؟ ماشي. بص لو انت عندك السكن ده او حاجه زي كده يبقى ايه، يبقى قولي عشان واحنا داخلين جيم تبقى فاهم زي كانك مختفي ومفيش حد يشوفك. اوكي يا حبيبي وانا موافق. طب بص انت بتحب تورتيه مسكره ولا بالشوكولاته ولا ايه؟ شوكولاتة؟ طب اهي التورتة اهي ويلا رقصة. تي 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 ني 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 ني. طب اقعد استريح انت شوية. اوكي وانا هعملك التورته اللي انت عاوزها حبيب والله. انت بتلعب ماينكرافت ولا جي تي اي ولا حاجه زي كده؟ اوكي طب بص بعد ما نصور الفيديو دوت هبقى اجي بالليل ابقى العب معاك لعبه ماينكرافت. بس انا عملت حته دين بيت ما تحلمش بيه. تعمل ايه مخزن؟ طب بص انا هحاول اظبط المكان بتاعنا. اوكي انا هحاول اظبطه كده. ايه لا مش دي مش دي. طب بص انا عم انضف المكان بس عشان ممكن يكون فيه تراب. استنى بس. طب ثواني كده انا اخرج بس معلش.